أعزائي طلبة وطلبات صف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. مستر عزر يحييكم ويقدم لكم الدرس الثامن في مادة الجبر الترم الثاني، هو حل المعادلة الدرجة الثانية في متغير واحد جبريا. خلاص يا أولاد، طبعا وموضوع حل المعادلة دي من الدرجة الثانية بيعتمد اعتماد كلي على التحليل اللي خدناه يا أولاد. خلاص، فأتمنى أنكم تكونوا مركزين عشان تفتكروا التحليل اللي خدناه. موضوع انك انتوا تمتحنوا اختيارات دي حاجه استثنائيه يا اولاد، بس لازم تركزوا وتخلي بالكم من ايه امتحانات التحليل بالذات هتستخدموه في مراحل السنوات القادمه يا اولاد ان شاء الله. خليكم معايا هنا يا اولاد. نشوف، بيقول لي حل المعادله الدرجه الثانيه في متغير واحد جبريا. بيقول لي اي معادله يمكن وضعها على الصوره، اللي هو الف س تربيع زائد ب س زائد ج بيساوي صفر. والشرط اساسي عشان تكون دي معادله تربيعيه ان الالف لا تساوي صفر، او معادله الدرجه الثانيه، عشان لو ساوي صفر الالف يا اولاد يبقى الحد الاول ده اللي هو الف س تربيع بيساوي صفر، يبقى ما اصبحتش معادله من الدرجه الثانيه بل اصبحت معادله من الدرجه الاولى. يقول لك هي معادله من الدرجه الثانيه في متغير واحد وتسمى معادله تربيعيه، ويمكن حل معادلة الدرجة الثانية في متغير واحد بالتحليل. زي ما قلت لكم يا اولاد التحليل مهم جدا، وتخلي ركزوا معايا في قاعدة مع استخدام الحقيقة الاتية. في حقيقة عندنا بيقول لك لو العددين الف وب عددين حقيقيين وكان الف في ب بتساوي صفر، يبقى حل من الاثنين، يا اما الالف هي اللي بتساوي صفر او ب هي اللي بتساوي صفر، عشان خاطر لما نضربه من الناتج يديني صفر. فمثلا هنا لما يجيب لي المعادله بيقول لي س تربيع زائد 4 س بتساوي 12، بدخل ال 12 الناحيه الثانيه واصفر المعادله، يبقى الصوره بتاعتي اللي هي على صوره ا س تربيع زائد ب س زائد ج بيساوي صفر. اذا س ادخل ال 12 بالسالب، تخش بدل ما هي موجب 12 تخش تيجي في ناحيه اليمين بالسالب 12، ونحللها. طبعا الشرط الحد الثالث بالسالب، يبقى العددين يبقى الشرطين مختلفتين، وطبعا شرطين مختلفتين يبقى بنقول هم العددين اللي ضربناهم يدينا 12، ولو طرحناهم عشان الشرطين مختلفتين يديني كام؟ يديني 4. طبعا الكبير عندي باخد الشرط الحد الاوسط، يبقى 6، يبقى 2 في 6 ب 12، ولو نطرح الاثنين من السته يديني كام؟ 4. يبقى هنا الناتج بتاعي يبقى س زائد 6 في س ناقص 2 بيساوي صفر. اما القوس الاولاني هو اللي بيساوي صفر، وبعدين من القوس الاولاني نستنتج ان س بيساوي سالب 6، وبرضه او س ناقص 2 بيساوي صفر. يبقى اذا انا استنتج ان الاثنين لما تروح تخرج بره تبقى موجب 2، يبقى س بتساوي 2. يبقى اذا س مجموعه الحل بتاعتي اللي هي سالب 6 وكام يا اولاد؟ و2. خليكم معايا. هناخد مثال رقم واحد يا اولاد. بيقول لي اوجد في ح مجموعه الحل لكل من المعادلات الاتيه. اول معادله اللي هي س تربيع ناقص 5 س ناقص 6 بيساوي صفر. تاني معادله 2 س تربيع زائد 7 س بيساوي صفر. تالتة س افتح قوس س زائد 2 لكل تربيع بيساوي 25. رابع حاجة س تربيع زائد 4 بيساوي صفر. هنا بنحلل يا اولاد المقدار الاول نمرة واحد، ان بنسأل برضه نفس السؤال، الاشارة الستة دي اشارتها بالسالب، يبقى شرطين مختلفتين، يبقى طالما مختلفتين يبقى هطرح، بسأل نفسي بقول ايه هم العددين لو ضربناهم يديني 6، ولو طرحناهم يديني 5، بنقول 1 في 6. الست عدد كبير ياخد اشارة الحد الاوسط اللي هي كام؟ بالسالب. يبقى قوسين س ناقص 6 في س زائد 1 بيساوي صفر. يبقى بستنتج من كده من غير ما اقول اما ومش اما يا اولاد، يعني انتوا عشان خاطر لما يجي لكم الاختيار هنا بغير الاشاره بتاعتي، س ناقص 6 يبقى س هنا ب 6، الثانيه س زائد 1 يبقى س هنا تبقى سالب 1. يبقى مجموعه الحل بقول اما س ناقص 6 بيساوي صفر، يبقى س هنا بتساوي 6، او س زائد 1 بيساوي صفر، بطلع الواحد بره يبقى س بتساوي سالب 1. اذا مجموعه الحل يا اولاد 6 وسالب 1، زي انتم شايفين في الحل قدام كده. خلاص، نمره 2 بيقول لي بما ان 2 س تربيع زائد 7 س بيساوي صفر، باخد مشترك س، وطيب بفتح قوس 2 على الواحد فيها 2، س تربيع على س فيها س زائد 7 تتبقى بيساوي صفر. يبقى س الاولانيه بتساوي صفر، ده اول حل، والتاني القوس اللي هو او 2 س زائد 7 بتساوي صفر، طلع 7 بره يبقى سالب 7. يبقى س بتساوي بقسم على 2 في الطرفين، يبقى س بتساوي سالب 7 على 2. يبقى اذا مجموعه الحل يا اولاد بتساوي صفر وسالب 7 على 2. نمره 3، بما ان س تربيع زائد
س سوري زائد 2 الكل تربيع بيساوي 25. يبقى هنا بقول ان س وادخل 25 الناحيه الثانيه، يبقى س زائد 2 الكل تربيع ناقص 25. هنا ال 25 عباره عن 5 اس 2، يبقى القوسين يبقى فرق بين مربعين، يبقى اخد مربع يعني س زائد 2 ناقص 5 في س زائد 2 زائد 5. يبقى حللت اجمع اطرح الاثنين من الخمسه اديني سالب 3، واجمع الاثنين زائد 5 اديني 7. يبقى اما القوس الاولاني هو اللي بيساوي صفر، يبقى س ناقص 3 بيساوي صفر، يبقى س بتساوي 3، او س زائد 7 بيساوي صفر، يبقى 7 تطلع بره، يبقى س بسالب 7. يبقى اذا مجموعه الحل يا اولاد بتساوي 3 وسالب 7. كله معتمد على التحليل يا اولاد، خلي بالكم معايا شوفوا باقي الامثله ازاي، خليكم معايا. مثال 4 بيقول لي بما ان س تربيع زائد 4 بيساوي صفر، نلاحظ ان انا لا يمكن تحليل هذا المعادله، اذا هذه المعادله ليس لها حل في ح، لانه لا يوجد عدد حقيقي مربعه عدد سالب. اذا هنا مجموعه الحل بتساوي ايه؟ فاي. معلش يا اولاد انا برضه ايه ملهاش حل في ح، خلاص. فمجموعه الحل هنا بتساوي فاي. ماشي يا اولاد، عشان برضه لو جت في الامتحان بتجيب لي اختيارات، يبقى هنا مجموعه الحل بتساوي فاي. ماشي يا اولاد. طبعا اوجد في ح مجموعه مثال نمره 2، مجموعه حل كل من المعادلتين الاتيتين 3 س اس 3 بيساوي 12 س، بدخل وهنا س تر اس 4 ناقص 10 س اس 2 زائد 9 بيساوي صفر. هنا سؤال نمره 1، بدخل ال 12 س في الناحيه الثانيه تبقى 3 س تكعيب ناقص 12 س بيساوي صفر، واخد عامل مشترك 3 س، هتبقى لي س تربيع ناقص 4 بيساوي صفر. طبعا بحل فرق بين المربعين، يبقى 3 س تنزل، وفرق س تربيع ناقص 4 يبقى س ناقص 2 وس زائد 2 بيساوي صفر. يبقى مجموعه الحل ان س 3 س بيساوي صفر، يبقى س بتساوي صفر، او س ناقص 2 بيساوي صفر، يبقى س بتساوي 2، او س زائد 2 بيساوي صفر، يبقى س تطلع الاثنين بالموجب تطلع بره بالسالب. يبقى اذا مجموعه الحل صفر و2 وسالب 2. يبقى ثلاث حلول هنا، خلي بالكم ان دي معادله تكعيبيه بقى لها ثلاث حلول، لان في الملاحظات هناخدها في الملاحظات. طب معادله نمره 4 2، مثال نمره 2 بيقول لي س اس 4 ناقص 10 س تربيع زائد 9، يعني دي مربع كامل سوري ان العددين لو ضربناهم يدينا 9، شرطين زي بعض تبقى بجمع، ولو جمعناهم يدينا 10، 1 في 9 يبقى س تربيع ناقص 1 وس تربيع ناقص 9 يساوي صفر. دي فرق بين المربعين، ودي فرق بين المربعين يا اولاد. الاولاني يبقى س ناقص 1 في س زائد 1، والثانيه س ناقص 3 في س زائد 3 يساوي صفر. اربع اقواس هنا، يبقى القوس الاولاني س بتساوي اما س بتساوي هتبقى هنا، او هو حل اختصر س تربيع ناقص 1، اطلع س الواحد بره. هنا انا عملت لكم بطريقتين يا اولاد، خدت يبقى المجموع، يبقى س بتساوي موجب او سالب 1، برضه هنا س تربيع بتساوي 9، يبقى س بس بتساوي موجب او سالب 3. يبقى اذا مجموعه الحل اربع اعداد، موجب 1 وسالب 1 وموجب 3 وسالب 3. ماشي يا اولاد، خليكم معايا. هنا يا اولاد بيقول لي لاحظ من المثال نمره 1 ومثال نمره 2 ان المعادله التربيعيه لها حلان، الحلان ده ممكن نسميه اسمه جذران. يعني لو قال لك هات اوجد جذريه المعادله، هو اوجد الحلين للمعادله على الاكثر، حلين بس على الاكثر. المعادله من الدرجه الثالثه يكون لها ثلاث حلول على الاكثر، ما يزيدش عن ثلاث حلول. المعادله من الدرجه الرابعه برضو يكون لها اربع حلول على الاكثر في ح، كله في ح يا اولاد. خلاص، هنا تمارين محلوله بيقول لي اختار الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه. مجموعه حل المعادله س في س ناقص 2 بيساوي صفر، طبعا س بتساوي صفر، وس بنغير الاشاره اللي جنبيها تبقى سالب، يبقى موجب 2، يبقى مجموعه الحل صفر و2. اللي اختار رقم ج نمره 2، مجموعه حل المعادله 3 في س ناقص 2 س زائد 5 بتساوي صفر، يبقى س الاولانيه بتساوي 2 وس الثانيه بتساوي سالب 5، يبقى مجموعه الحل اللي هو 2 وسالب 5. الحل رقم ب في الحل يا برضه في الاختيارات يا اولاد اللي عمل عليه صح ده. نمره 3، مجموعه حل المعادله س تربيع ناقص 4 بيساوي صفر، فان في ح طبعا حلل فرق بين المربعين الموجب ب 2 وسالب 2، يبقى مجموعه الحل رقم د في الحل يا اولاد 2 وسالب 2.
مجموعة حل المعادلة س تربيع زائد 25 او زي المثال يا اولاد اللي خدناه اخر حاجة في الامثلة نمرة 4 بيساوي 5 يساوي 0، يبقى في ح طبعا بيساوي فاي، طبعا لا تساوي لا 5 ولا 5 وسالب 5 ولا سالب 5، بتساوي فاي نمرة د في الاختيارات يا اولاد. مجموعة حل المعادلة ل س في س ناقص 2 3 بيساوي 5 س، بدخل طبعا يا اولاد ال 5 س جوه واضرب س في س تربيع وهنحلل المعادلة بتاعتي. الناتج بتاعي طبعا هنبقى دخل 3 س و 5 س يبقى سالب 8 س، سالب 8 س نجمعهم يا اولاد يبقى عندي س تربيع ناقص 8 س بيساوي صفر. هاخد عامل مشترك س يا اولاد، طبعا انا بحلها لكم بس ركزوا معايا تاني. هدخل ال 5 س الناحية التانية واضرب الس في اللي جوه القوس، يبقى س تربيع ناقص 3 س ناقص 5 س بيساوي صفر. 3 س بالسالب و5 س بالسالب يبقى سالب 8 س، وس تربيع باخد عامل مشترك س يا اولاد ويتبقى لي س سالب 8 يبقى يساوي صفر، يبقى مجموعه الحل صفر، وس بسالب 8 تبقى س بيساوي 8، يبقى مجموعه الحل النمره ده يا اولاد اللي هو صفر و8. ماشي يا اولاد؟ خليكم معايا. هنا يا اولاد هناخد تطبيقات على حل المعادله من الدرجه الثانيه في متغير واحد جبريا. ايه التطبيقات دي يا اولاد؟ بيقول لك هنعمل نقوم بترجمه الجمل اللفظيه لرموز ومقادير جبريه كما في الامثله الاتيه. ناخد مثال نمره 1 بيقول لك عدد صحيح موجب يزيد مربعه عن ضعفه بمقدار 8، اوجد العدد. هنفرض ان العدد س، يبقى مربعه س تربيع وضعفه 2 س، يبقى نكون المعادله. بيقول لي مربعه يزيد عن ضعفه يبقى س تربيع ناقص 2 س، يعني المربع هو الاكبر، يبقى بنقول س تربيع ناقص 2 س بيساوي 8، تبقى معادله عاديه. بدخل ال 8 جوه يا اولاد يبقى بالموجب بالسالب، يبقى بسال نفسي ايه هم العددين ضربناهم يديني 8 ولو طرحناهم يديني 2، يبقى عباره عن س ناقص 4 في س زائد 2 بيساوي صفر. اما س بتساوي اما س سالب 4 بيساوي صفر يبقى س ب 4، والتاني س زائد 2 بيساوي صفر يبقى س بيساوي سالب 2. طبعا دي سالب حل مرفوض ليه يا اولاد؟ لان بيقول لي عدد صحيح موجب، هنا دي س بالسالب، يبقى دي بقى طبعا هيبقى حل مرفوض، يبقى اذا العدد هو كام يا اولاد؟ هو 4. هنا بيقول لك ثلاث نمره، مثال نمره 2، ثلاث اعداد زوجيه متتاليه موجبه يزيد مربع اوسطهما عن مجموع العددين الاخرين بمقدار 8، فما هي هذه الاعداد؟ هنفرض ان العدد الاعداد هي الاعداد الزوجيه، لما نقول 2 4 بزود 2 6 بزود 2 4 وهكذا، خلاص؟ يبقى لو قلنا الاول س يبقى الثاني س زائد 2 والثالث س زائد 4. الاوسط اللي هو س زائد 2 الكل تربيع يزيد عن مجموع العددين التانيين اللي هو س زائد 4 بمقدار كام؟ 8. هربع يبقى س تربيع واضرب الاول في الثاني في 2 يبقى س موجب 4 س زائد ربع الثاني 4، نضرب السالب في اللي جوه القوس يبقى سالب 2 س سالب 4 سالب 8. طبعا سالب 4 تروح مع موجب 4، هيتبقى لي س تربيع زائد 2 س ناقص 8، يبقى س التحليل بتاعي برضو يبقى س زائد 4 وس ناقص 2 بيساوي صفر، لان سالب 8 دي اشارتين مختلفتين والعدد الكبير بياخد اشاره الحد الاوسط، يبقى س زائد 4 في س ناقص 2 بيساوي صفر. اما س زائد 4 بتساوي صفر، يبقى س بتساوي سالب 4، يبقى حل مرفوض لان الاعداد موجبه برضو، خلاص. وس ناقص 2 بيساوي صفر، يبقى س بتساوي 2، يبقى اذا الاعداد الثلاثه هي 2 و4 و6. ماشي يا اولاد؟ خليكم معايا نشوف التمارين المحلوله يا اولاد. بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه. بيقول اذا كان عمر باسم الان س سنه، في ان عمره منذ 3 سنوات بيساوي ايه؟ هنطرح بقى يبقى س ناقص 3، يبقى الحل رقم ج يا اولاد اللي هو في الاجابه، خلاص. اذا كان عمر امجد الان س سنه، في ان عمره بعد 7 سنوات هنضيف 7، يبقى س زائد 7 الحل رقم ب. طب اذا كان عمر سالي منذ سنتين، يبقى س زائد 2، فإن عمرها بعد 3 سنين، يبقى نجمع الاثنين على 3 يبقى س زائد 5، يبقى الحل بتاعي يا اولاد اللي هو رقم ج، لان عمر سالي منذ سنتين بيساوي س زائد 2، وبعد 3 سنوات بيساوي س زائد 2 زائد 3 بيساوي س زائد 5. ماشي يا اولاد؟ مع اطيب تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق،
واتمنى ان كنتوا اللي محتاج ان هو يراجع التحليل، يراجعوا يا اولاد عشان التحليل مهم في المراحل اللي جايه ان شاء الله. خلاص يا اولاد، شكرا، مع السلامه.